سأخذ نظرة على هذا الجزيء في الأعلى هنا. نلاحظ أن هذا الجزيء لديه رابطتين ثنائيتين. لقد تحدثنا سابقا عن كيفية تسمية الجزيئات التي لديها رابطتين ثنائيتين. يمكن أن نبدأ بالترقيم من اليسار إلى اليمين بما أنه لا يهم مكان البداية في هذا الجزيء. 1 2 3 4 لدينا جزيء بأربع ذرات كربون، إذن الجذر سيكون بيوت. لدينا رابطتين ثنائيتين، إذن سيكون داين. إذن سيكون بيوتا داين أو بيوتا داين. أول رابطة ثنائية تبدأ عند الكربون 1، والرابطة الثنائية تبدأ عند الكربون 3. إذن هو 1-3 بيوتا داين، وهو مركب له صفة التناوب في روابطه الثنائية. الروابط الأحادية والثنائية الموجودة في الجزيء هي متناوبة. كونجوكيشن، لنكتب مترافق أو متناوب هنا. كونجوكيشن، يمكن رؤية أن 1-3 بيتا داين هو جزيء فيه ظاهرة التناوب. لدينا رابطة ثنائية متبوعة برابطة أحادية متبوعة برابطة ثنائية. الجزيئات التي لها هذه الظاهرة هي مميزة. إذا فكرنا في كل كربون في 1-3 بيتا داين، هذا الكربون هنا هو مهجن SP2، هذا الكربون مهجن SP2، وهذا مهجن SP2. إذا لدينا أربع كربونات بتهجين SP2. لنرسم هذه الكربونات هنا على اليمين. بما أن كل واحد هو مهجن SP2، فإن كل واحد من هذه الكربونات لديه مدار P. سوف أرسم مدار P على كل واحد من هذه الكربونات الأربعة، ويمكن رؤية أنه لدينا مدارات P بجانب بعضهم البعض. أربع مدارات P بجانب بعضهم، يعني أننا نحصل على بعض من الإلكترونات باي تنتشر في أنحاء الجزيء. إذن سيكون لدينا عدم تمركز لبعض إلكترونات باي هذه، وهذا يعطي القليل من الثبات الإضافي لهذا الداين المترافق. حسنا، لن أخوض في هذا الفيديو عن نظرية المدارات الجزيئية، لذا سوف نقوم بفيديو عن المولكيولار أوربيتالز أو نظرية المولكيولار أوربيتالز فيما بعد. الآن أننا نعلم بأنه ثابت أكثر قليلا، وهذا يعود لحقيقة أن لديه مدارات بي وكربونات مهجنة SP2 بجانب بعضها البعض. هذا الكربوكاتيون أسفل هنا هو مشابه، لأنه إذا فكرنا في هذا الكربون، هذا الكربوكاتيون هو مهجن SP2، هذا الكربون هو SP2، وهذا الكربون هو أيضا مهجن SP2. كل واحد من هذه الكربونات سوف يكون لديه مدار P، ويمكن أيضا أن نرسم هيكل الرنين لهذا الكربوكاتيون. يمكن وضع أقواس وأسهم الرنين هنا. يمكن التفكير في إلكترونات باي هذه أنها تنتقل هنا إلى اليمين. لنرسم هيكل الرنين هنا. عفوا، إلكترونات باي انتقلت إلى هنا إلى اليمين، والذي يعني أن الكربوكاتيون هو الآن على الكربون على اليسار. هذا الكربوكاتيون هو كربوكاتيون رئيسي أو أولي، وهو بالعادة لا يحدث في الكيمياء العضوية. هذا الكربوكاتيون هو ثابت بسبب الرنين، نسمي هذا الكربوكاتيون أليليك. هذا هو كربوكاتيون الأليليك، أليليك كربوكاتيون. هو أكثر ثباتا من الكربوكاتيون العادي. يمكن رسم هيكل الرنين لهذا. وبالطبع يمكن التفكير في الكربون المهجن SP2. سوف نقوم برسم الكربونات، وفيه كل كربون مهجن SP2، يعني أن كل كربون لديه مدار P، والذي يعني أن إلكترونات باي هما غير مستقران في مكان واحد، موزعات على كل هذه الكربونات الثلاثة. هذه الشحنة الموجبة هي منتشرة على هذين الكربونين على الطرف أيضا في الرنين المهجن هنا. والكربوكاتيون أليليك هو ثابت أكثر من الكربوكاتيون العادي. الآن سنفحص تفاعل الإضافة إلى الداين المترافق. سنرى أن الكربوكاتيون يلعب دور رئيسي في الآلية. لنفحص الميكانيكية أو الآلية لتفاعل الإضافة إلى الداين المترافق. سنبدأ مع 1-3 بيتا داين. لنرسم هذا هنا. 1-3 بيوتا داين، وإلى 1-3 بيوتا داين سنضيف هاليد الهيدروجين. سوف نضع HX هناك هاليد الهيدروجين العام، والترقيم ونرقم 1-3 بيوتا داين مرة أخرى. 1-2-3-4. طبعا شاهدنا تفاعل الكينات مع هاليدات الهيدروجين من قبل، وفي هذا التفاعل الإلكترونات باي عملت كقلوي وأخذت البروتون من هاليد الهيدروجين. سيكون لدينا نفس البداية هنا.
إلكترونات باي بين 1 و2 تعمل كقلوي، وإلكترونات باي هذه هنا سوف تأخذ هذا البروتون، وهذه الإلكترونات ستدفع إلى الهالوجين بهذا الشكل. الآن السؤال يصبح أين يضاف هذا البروتون؟ البروتون يمكن أن يضاف إلى الكربون 1 أو إلى الكربون 2. لنبين أن البروتون يضاف إلى الكربون 1 لنبدأ به، سأبين أن البروتون سيضاف إلى الكربون 1 بهذا الشكل. ما زال لدينا رابطة ثنائية بين 3 و4، لقد أخذنا رابطة من الكربون 2، إذن هنا حيث الكربوكاتيون سيصبح. مباشرة يجب أن نرى أن الكربوكاتيون هو الكربوكاتيون أليليك. إذا نظرنا إلى هذا الكربون فإن لديه شحنة موجبة، هذا بجانب كربون مهجن sp2، وهنا كربون مهجن sp2 أيضا، هذا كربوكاتيون أليليك، هو أيضا كربوكاتيون أليليك ثانوي. إذا فكرنا في الذي يحدث إذا أضيف البروتون عند الكربون 2، لنبين هذا هنا. يمكن التفكير في البروتون أنه يضاف إلى الكربون 2، سأبين أن البروتون مضاف إلى الكربون 2 هنا، والذي يعني أننا أخذنا رابطة من الكربون 1، والذي يعني أن الكربوكاتيون هو عند الكربون 1. هذا الكربوكاتيون هو كربوكاتيون رئيسي، هذا الكربون لديه شحنة موجبة، هذا كربوكاتيون رئيسي هو موصول مع كربون 1 آخر، الكربون الآخر لا يوجد لديه مدار بي، هذا الكربون ليس مهجن sp2، إذن هذا ليس كربوكاتيون الأليليك، هو كربوكاتيون رئيسي وهو ليس مستقر، هذا لا يتشكل. لن نرى البروتون يضاف على الكربون 2، سنرى أن البروتون يضاف إلى الكربون 1 في الآلية، والذي يولد كربوكاتيون الأليليك والذي هو مستقر بسبب الرنين. إذا فكرنا في الخطوة التالية من الآلية، كان لدينا هالوجين مع 3 أزواج منفردة من الإلكترونات، والذي أخذ زوج آخر من الإلكترونات. الآن لدينا أنيون الهالوجين. أنيون الهالوجين هو سالب الشحنة، والذي يعني أنه سيعمل كنيوكليوفايل. إذا لدينا نيوكليوفايل ولدينا إلكتروفايل، الشحنات المختلفة تتجاذب، زوج من الإلكترونات المنفردة على أنيون الهالوجين سوف يهاجم الكربوكاتايون لتشكيل رابطة جديدة. إذا أظهرنا المنتج النيوكليوفايل يهاجم عند الكربون 2، النيوكليوفايل سيكون لدينا البروتون ما زال عند الكربون 1، الهالوجين أضيف إلى الكربون 2، وما زال هناك رابطة ثنائية بين الكربون 3 والكربون 4. لنقوم بترقيم الكربونات مرة أخرى، 1 2 3 4، لقد بينت أن البروتون مضاف إلى الكربون 1 والهالوجين مضاف إلى الكربون 2، هذا هو ناتج إضافة 1 2. بالنسبة لتفاعل الإضافة إلى الألكين أو البيوتادين المترافق، هذا واحد من المنتجات المحتملة التي يمكن أن تتشكل. الناتج الإضافي 1 2، حيث البروتون يضاف إلى الكربون 1 والهالوجين يضاف على الكربون 2. إذا عدنا إلى كربوكاتيون الأليليك، أعلم أنه يمكنني رسم هيكل رنين كربوكاتيون الأليليك، لنرى ماذا يحدث إذا رسمت هيكل الرنين. هذا سيعني أنني سأخذ إلكترونات باي وأنقلهم هنا. إذا أردت رسم هيكل الرنين الناتج، إلكترونات باي الآن انتقلت بين الكربون 2 والكربون 3، أخذت رابطة من الكربون 4، والذي يعني أن الكربوكاتيون هو الآن هنا. لنفكر فيما سيحدث بعد ذلك. ما زال لدينا أنيون الهالوجين مع شحنة ظاهرة سالب 1. هذه المرة عندما يعمل أنيون الهالوجين فإنه سيعمل كنيوكليوفايل، وهو سيهاجم الإلكتروفايل، وهو عند الكربون 4 الآن. وإذا أردت رسم الناتج من الهجوم النيوكليوفايلي هذا، أضفنا بروتون إلى الكربون 1، لدينا رابطة ثنائية بين الكربون 2 والكربون 3، والهالوجين مضاف إلى الكربون 4، سأضع هذه أزواج الإلكترونات المنفردة. وإذا رقمنا الجزيء 1 2 3 4، يمكن رؤية أننا أضفنا البروتون على 1 والهالوجين على 4. إذا هذا الناتج الإضافي هو 1 4، إذا 1 4 هو الناتج الإضافي، هذا هو المنتج هنا.
وأصادع قوس قزحين آخر هنا أيضا. ويمكن رؤية ذلك عندما نشكل كربوكاتيون الأليليك، من المحتمل الحصول على منتجين مختلفين بسبب هيكل الرنين، يمكن الحصول على الناتج واحد اثنان والناتج الإضافي 1.4. من الضروري التفكير في كلا هذين كمنتجين من التفاعل الذي لدينا، وفي التالي سنقوم بحل أمثلة في الفيديو التالي سنقوم بحل أمثلة مختلفة لتفاعلات الإضافة. نراكم